عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة جديدة، وصفات سهلة وبسيطة ان شاء الله تنفذوها على الفطار وتعجبكم. فطارنا النهاردة هيكون شوية اكلات بقى من المغرب العربي. انا طبعا ببقى ممتنة جدا جدا لجمهورنا اللي بيتفرج علينا من المغرب ومن تونس ومن الجزائر. النهاردة اخترنا طاجين، زي ما هما بيقولوا طاجين اللحم بالبرقوق. من اوائل الوصفات اللي اتعلمتها كانت الوصفه دي، يعني على الرغم من انها مش وصفه مصريه، ولكن عشان انا من زمان قوي بقعد ادعبس كده وادور على الوصفات الجديده وعارفه ايه اللي بيليق علينا شويه فممكن اجربه، كانت الوصفه دي بجد وصفه لحمه ملهاش حل. ومن الوصفات الرمضانية اللذيذة جدا جدا، لأن احنا بنستخدم فيها البرقوق أو الراسية زي ما احنا بنقول في مصر، وهي البرقوق المجفف. ووصفة حلوة جدا، سهلة جدا، هايلة للعزومات بجد على ضمانتي. جربوها في عزومة، الناس هتبقى مش مصدقة حلاوة اللحمة وقد ايه حلوة كده. وما تستغربوش من فكرة الفواكه المجففة اللي موجودة، بالعكس دي بتخلي اللحمة دايبة خالص وبتدي طعم لذيذ جدا. وميكس بسيط بسيط من المسكر على الطعم العادي الحادق بتاعنا، فما فيهاش كمية سكر رهيبة يعني زي الأكل الآسيوي، لا خالص. هنا التيست مظبوط جدا جدا، وتحية مني لأهلنا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر، بحبكم جدا وكل سنة وانتم طيبين. والنهاردة سفرتنا من عندكم، يلا بينا نبتدي ونقول مقادير الطاجين بتاعنا. عندنا ايه بقى؟ عندنا 3/4 لحم، كيلو لحمة من القطعية، ممكن تكون قطعية الموزة تبقى جميلة جدا، ولو لحمة ضاني تبقى رائعة، بس تبقى شقف كده، شقف ضاني متشفية حلو علشان تبقى يعني طرية كده وناعمة. كل ما كانت قطعية اللحمة بتاعتك ناعمة كل ما اديتك نتيجة عايزة أقولك يعني زبدة. فهنستخدم أي قطعية عندنا، ينفع من السن، من الموزة، من قشرة اللوح، من الكولاطة، كله تمام، ولكن كل ما نعمنا كل ما طلعنا نتيجة أفضل بكتير. يبقى عندنا 3/4 كيلو من اللحمة تكون مكعبات. عندي كمان بصل مفروم، بصل الاثنين زي ما تحبي. عندنا 3 فصوص ثوم، زبدة، زيت، جنزبيل باودر، زعفران باودر، كركم وملح وفلفل أسود. للوجه والخلطة دي أساسية جدا معانا، ما ينفعش نستغنى عنها. خلطة القراصية أهميتها ما فيش بعدها. المشمشيه مش مهمه قوي، مش شرط المشمشيه، يمكن انا اكون ضفتها للون اكتر وطعم برضو، بس لونها بيبقى لذيذ قوي وخصوصا في العزومات بيبقى شكلها مبهر الحقيقه. وعندنا طبعا الزبده والقرفه الخشب، وعندنا شويه سمسم كده، رشه لذيذه قوي. حبايبنا بقى في المغرب بيعملوا ايه؟ اولا الطاجين بتاعهم هم بيحطوا كل حاجه فيه ني في ني، يعني بتحط اللحمه على البصل على السمنه، لان هم بيستخدموا سمنه بلدي خاصه بيهم. يعني انا حطيت زبده، لو انت عايزه سمنه بلدي مفيش مشكله، لو عايزه زيت زيتون مفيش مشكله، لان هم برضو بيستخدموا زيت الزيتون في وصفاتهم. وعندنا الجنزبيل الباودر والزعفران، هم بيختاروا دايما الزعفران الحقيقي، واحنا ممكن طبعا بما اننا ما عندناش الزعفران متوفر يعني هنستخدم زعفران باودر، ممكن نستغنى عن الزعفران اصلا، ده الزعفران الحقيقي، شعيرات الزعفران الحقيقيه لو حابين تضيفوها وعندكم انتوا هتحطوها. طبعا هو غالي جدا وحاجه مش من الحاجات اللي موجوده في بيوتنا ومش العادي بتاعنا ان هو يبقى موجود، ولكن وارد يبقى عندكم فاستخدموه. ما عندناش بنستخدم بودرة الزعفران، أو بنستغنى عن فقرة الزعفران خالص وبنستكفى بالكركم، مفيش أي مشكلة أبدا. يعني اللي هنعمله دلوقتي إن أنا هجيب طاجن، أعمل كده، هنحط فيه الشقف بتاعة اللحمة بتاعتنا أو مكعبات اللحمة بتاعتنا، البصل، ممكن البصل يكون كتير شوية أو قليل شوية ما يجراش حاجة، يعني بصلة أو بصلتين تمام، أنا كده كفاية قوي عندي. عايزة كمان أحط الثوم، وآدي الملح والفلفل جنبي،
نحط برضو رشه فلفل كده. الاكل الجميل ده بهاراته مش كتير على فكره، يعني كل حاجه كده تلاقيها بيحطوها ايه بسيطه، يعني ما بيزودوش في البهارات ابدا، كله رشه رشه كده. دي رشه كركم جميله، رشه جنزبيل برضو ما نحسش بطعمها قوي، لان طعم الجنزبيل مش زي ما بنقول مش زاعق قوي، مش باين قوي. عندنا شويه من بودره الزعفران، وزي ما قلنا البديل بتاعه بيبقى الزعفران نفسه. بنعمل كده نتبل كله 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 مع بعضه بالشكل ده. طبعا هما بيستخدموا بقى الطاجين بتاعهم، بيستخدموا افرانهم، على فكره بيستخدموا اوقات بيعملوا الكلام ده في حله، يعني ممكن تسوي ده ني في ني على النار، لو انت مش عايزه اصلا تدخلي الطاجن الفرن ولا اي حاجه تقدري تشتغلي بيها على النار عادي جدا. اوقات كتير انا بحب الاكله دي ومن اكلاتي المفضله في رمضان وفي عزايمي دايما، يعني احطها في حله واعملها على النار على عين البوتاجاز عادي. نحط كده السمنه وناخد شويه ميه، والميه هنا ما بتبقاش ميه سخنه، بنديها بس شويه ميه صغيرين كده كده اهو، حاجه بسيطه. وبعدين كل الكلام ده ني في ني مع بعضه على الفرن على طول. اهم ما في الموضوع عشان اقول لك سر الخلطه وسر الصنعه، ان اللحمه تبقى مهريه. الموضوع ده كانه طاجن لحمه بالبصل، اهو الموضوع بسيط جدا. اهم حاجه فيه زي كباب الحله كده، اللحمه عندنا تبقى بتدوب. هنقفل على الطاجن وندخله الفرن. انا هقفل بورق فويل وهدخله الفرن. وبعدين طبعا قرب ما نحس ان الوصفه ابتدت خلاص هتستوي، تاخد قد ما تاخد بقى، يعني انت واللحمه اللي انت شارياها تاخد منك ساعه، تاخد منك ساعه وربع، احنا مش مستعجلين. نعمل ايه؟ نقوم جايبين زبده كده، حط الزبده هنا كده، نحط على الزبده رشه زيت. انا اصلا الكسرول دي لوحدها بتلسع لي الحاجات، بس بقى قلت ايه، احنا في رمضان نطلع الحاجات اللي في النيش، عارفين الحاجات، طلع حاجتنا بقى اللي ما بنستخدمهاش كتير، يعني بحبها جدا بس بتلسع لي الحاجات. الله اكرم الله اكرم، كل يوم لو ما قالوليش 6 مرات رمضان كريم ما حسش ان انا في رمضان، صح؟ هنحط القرفه الخشب مع الزبده والزيت ونشيلها على جنب كده. طلع ممكن لو انت ما عندكيش قرفه خشب تستخدمي باودر عادي، اوكي. المفروض ان احنا مثلا ناخد من الزعفران كمان ونقوم حاطين، بس انا هحط ميه سخنه. بص حط بقى ميه سخنه كده على الزبده والزيت والقرفه والايه المشمشيه كده اهو كده، ونسيب الكلام ده يغلي ويتكثف شويه، اوكي. والمفروض زي ما بقول لكم ان احنا نقوم نازلين عليه ايه بشعرتين ثلاثه كده من الزعفران. انا طبعا مش هزود، انا بقول لكم بس. انا بس قلت اقول لكم، يعني انا بوريكم الزعفران مش هستخدمه ده، زي ده بنحطه في النيش تاني. هندي شوية ملح، شوية فلفل. الخلطة دي لازم تغلي سنة، تبقبق بس كده، وبنسيبها حوالي قد ايه، يعني 4 دقايق 5 دقايق، واللحمة في الفرن بتستوي لما تطمن انها استوت تماما، البصل داب واللحمة دابت والروايح طلعت وحلوت. بعمل ايه؟ بطلع احط ده على ده. فهنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته.
رجعنا من الفاصل ولسه واقفه كده قصاد الخلطه بتاعتي وزودت شويه قرفه باودر، حسيت ان القرفه الباودر محتاجه تزيد سنه صغيره فزودتها. هسيب الميه تقل شويه عن كده، لازم تقل اكتر من كده، كده انا بالنسبه لي زياده وعايزاها تتكثف اكتر. هشيلها على جنب ونروح نشوف شوربتنا النهارده هتكون ايه. النهارده عندنا شوربه برضو من المطبخ المغربي وهي شوربة الحريرة. الحقيقة ان انا عارفة ان المطبخ المغربي والتونسي والجزائري يعني بيعملوا تقريبا حاجات كتير جدا فيها نفس المكونات نفس الاكلات باختلافات بسيطة، فيعني انا مبسوطة ان انا النهاردة الناحية دي انا في منتهى السعادة. الحقيقة من المطابخ الغنية اللي وصلت للعالمية، والمطبخ يعني المغربي او مطبخ المغرب العربي كله واصل للعالميه، في مطاعم بره كبيره جدا والناس بتحبها جدا واكلات معينه بيعشقوها. يعني في الغرب المطبخ المغربي او مطبخ المغرب العربي سواء المطبخ التونسي او المغربي او الجزائري فهو مطبخ غني جدا ووصل للعالميه وانا بحترمه جدا الحقيقه. يلا بينا نعمل حريرة. الحريرة من الشوربات اللي احنا في مصر حبيناها وطبخناها، واه مش كل الناس بتعملها ولكن هي شوربة مشهورة جدا في المطبخ المصري، يعني الناس المصريين بيقدموها على سفرهم، مش كل الناس ولكن معروفة من الشوربات او انواع الشوربة اللي بتسأل عليها من مصريين كتير جدا. يلا بينا بقى نشوف الشوربة المغذية دي الغنية دي عبارة عن ايه. عندنا شوربة الحريرة اللي هي عندي ربع كيلو من اللحمة المكعبات الصغيرة، تقدروا ما تسلقوهاش، أنا بس سلقتها للوقت يعني، ولكن نقدر ما نسلقوهاش عادي جدا، بس المهم تقطعوها صغير قوي 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 يعني أقل كمان من رأس العصفور. عندنا ويستحسن تبقى موزة تبقى جميلة. عندي بقى كوباية من حمص الشام المسلوق، نص كوباية من العدس اللي بجبة، ممكن تستخدميه مسلوق إذا اللحمة مسلوقة وغير مسلوق إذا اللحمة غير مسلوقة، وحتى لو عايزة تحطيه ني هو تمام جدا ممكن مع اللحمة المسلوقة، وتزودي في سلق اللحمة بحيث تبقى مهرية وجميلة كده. عندنا كمان نص كوباية شعرية، ممكن تبقى ربع كوباية لو حسيتي إن نص كوباية ده كتير، لأن إحنا عايزين شوية شعرية كده في الآخر وشعرية ني. عندي بصلة مفرومة، كرفس فرنساوي، كزبرة مفرومة عندي ربع كوباية وربع كوباية بقدونس، عصير طماطم، معلقتين صلصة، ممكن يبقوا كبار وممكن يبقوا صغيرين على حسب الكمية اللي انت هتشتغلي بيها، معلقتين من الدقيق، مكعب مرقة، سمنة، قرفة باودر، جنزبيل باودر، كركم وملح وفلفل اسود. شوربة غنية جدا ومغذية، واي حد بيعمل دايت او حتى ما بيعملش دايت وفي رمضان عايز يفطر على حاجه كده تبقى يعني اكله تقيله حلوه تشبعه وفي نفس الوقت تملى البطن ومغذيه، دي حاجه جميله قوي. بعد كده بقى بعد الشوربه هلاقي نفسي انا اللي هو باكل اقل من العادي، يعني دايما ابتدوا بالشوربه تفرق معانا جدا جدا. نحط شويه زيت ونحط شويه سمنه وناخد البصله نحطها على النار ونكلم لميا. يا لميا ازيك؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه وبالف خير يا رب. عامله ايه حبيبتي؟ بعد عليكم الايام ان شاء الله. يسعد صباحك يا رب. عامله ايه حبيبتي؟ متشكرين جدا جدا على وصفاتك واكلاتك الجميله. شكرا، الله يسعدك، الف شكر. بعد عليكم الايام حبيبه قلبي. يا رب يا حبيبتي يا رب. كنت عايزه بس استفسر من حضرتك على المقادير الكفته الرز عشان هي بتفك مني. لا ازاي بقى، لا ما ينفعش لو مشيتي على مقاديري مش هتفك. لا 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 ما تفكش ابدا، ننزل بمقادير من عينيا بعد اذنك يا رب. شكرا لذوقك. ميرسي يا روحي، شكرا. بعد اذنك ننزل لها مقدارنا بقى، لان احنا اصلا الحلقه بتاعت كفته الرز دي كانت بديكوا بس المقدار، لان انا قلت لكم انا بحب اعملها ثلاث وشوش افرمها عند الجزار، ماليش في فرم البيت ده. يلا بينا ننزل بالبصل على السمنه والزيت كده، ما تكتريش سمنه وزيت قوي زي ما اتفقنا. انت عايزه تحطي اللحمه بتاعتك مكعبات صغيره تكون نيه زي الفل، اعملي كده مفيش اي مشكله خالص. عايزاها برضو تبقى سلقتيها قبل كده وتستخدمي الشوربه بتاعتها برضو تمام، احنا تمام.
احنا بقى كله شغال وكله جميل. وقفة المطبخ الصبح بصراحة يعني لستات البيوت، يعني أنا مش هتكلم على الست اللي بتشتغل، وقفة المطبخ الصبح متعة وتضييع وقت وتسلية وبتحسي إن هي معاها وقت كده مع نفسها ومفيش حد بيستعجلها وكله بيبقى. أنا كنت يعني وأنا قبل ما أشتغل كنت بستمتع جدا، الراديو بتاعي شغال وأنا بقى قاعدة إيه أفنن كده للي بيحب المطبخ، لانه انا طبعا مع احترامي للكل في ناس كتير ما بتحبش المطبخ وده مش متعتها، ولكن ستات البيوت اللي بيحبوا المطبخ عارفين انا بقول ايه. يعني الراديو بتاعك ولا التلفزيون بتاعك في المطبخ، انت قاعده بتحشي محشي ومع نفسك ومفيش حد بيستعجلك، دي احلى حاجه. فكل سنه وانتم طيبين يا رب، وتبقوا دايما بتعملوا كل حاجه حلوه. يعني يا دوب البصله تاخد لون كده وتدبل هنزل باللحمه، نكمل تقليب كده مع البصل عادي. اللحمه لما تنزليها ما تبقاش فيها ميه، ها حتى لو نيه تبقي منشفيها منشفاها كويس قوي. ننزل بقى بالعدس، الله اكبر. نزلنا بالعدس قلبناه مع البصل مع اللحمة، هننزل بالحمص، يلا بينا. مفيش أحلى من مطبخنا العربي اللي كله نكهات وحاجات حلوة، أنا فخورة بالمطبخ العربي جدا وبنبسط قوي إن أنتوا دايما بتبعتولي تقولولي من بلاد مختلفة احنا مبسوطين انك بتعملي اكلنا وبتعمليه مظبوط. يعني انا مش عايزة اقول كده، بس انا الحقيقة ان انا بتجيلي دايما رسائل تقولي انت لما بتعملي اكل مش مصري بتكوني مذاكرة بتعمليه حلو، حتى لو عدت منك حاجة بتبقى حاجة بسيطة، فده بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، وانا بجد بحترم المطبخ العربي جدا وبحبه، يعني انا بلاقي نفسي فيه اكتر من المطبخ الغربي الحقيقه. هننزل بالكرفس، الكزبره والبقدونس بنسيب شويه للاخر وشويه بنحطهم دلوقتي، وقلبي برضو. بحاول دايما اكون مذاكره وصفاتكم، بحاول. ناخد كل بهاراتنا، لو بتحطوا مرقه حطوها، لو مش عايزين انا خلاص مش هحط، عندي مرقه فمش هحط مكعبات مرقه، حط شويه كده من كل بهاراتي. هنزل بالصلصه كمان. والطماطم ممكن تبقى طماطميتين مثلا كده مبشورين، مفيش مشكله، ممكن يبقوا معصورين في الكبه، بس بايه مفي، يعني عايزه طماطم مش بميه كتير، عايزه طماطم كانها طماطم بيوريه. نعمل كده كده كده، يلا بينا. الشعريه ما بتتحطش دلوقتي، هتتحط في الاخر. هنزل بالشوربه بتاعتنا اللي سلقنا فيها اللحمه، عندنا حاجات هنا كتير محتاجة لسه شوية تسوية محترمة. هنحط المية ونسيب الكلام ده يغلي لحد ما تتسبك وتستوي. الشوربة بتاعتنا بتتقل شوية، بنتقلها شوية بالدقيق، هحط الدقيق ده في مية عشان اتقل بيه الشوربه، دول معلقتين من الدقيق هحطهم في شويه ميه. عندي كمان الخضره بتاعتي هستخدمها تاني في الاخر، الشعريه برضو في الاخر. تعالوا نبص على الفرن. اللحمه لازم تطلع، يلا بينا. الله الله على الطاجين الحلو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الحلاوة، أنا بقى البكبكة دي، شوية البكبكة بالروائح الحلوة دي بالدنيا كلها.
بصوا الاكله الحلوه تسلم ايديكوا والله، مش تسلم ايدي، لا تسلم ايديكوا انتوا اصحاب الوصفه الاصليه. بننزل بالصوص بقى بتاعنا ده كده، بصوا شويه الحركات دي، وممكن نقوم مرجعينه تاني في الفرن يكمل شويه بكبكه صغنطتين خالص ونطلعه. بصوا الحلاوه، اللحمه بقى بتبقى بتدوب، وايه حاجه كهرمان الزمان. يلا بينا، هدخل الفرن تاني الطاجن يبكبك شويه، وهطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل، الشوربة على النار ودخلنا الطاجن في الفرن، تعالوا نطلعه بقى عشان ايه كفاية قوي كده عليه. يلا بينا وندخل على طبق الحلو. الله الله، تعالوا نقلبه كده، نديله تقليبة. مش قادرة أقول لكم على حلاوة اللحمة يا جماعة، حلاوة اللحمة. أنا بقول لكم بقى حطيت المشمشية عشان كده، عشان تدي اللون الحلو ده. اللحمة حاجة كهرمان الزمان. هنحط عليها شوية السمسم كده اهو. شوفوا الأكلة الحلوة الجميلة، وشوية لوز، لزوم الزينة بس كده. وادي الغطا، ندخل بقى على طبق الحلو اللي عندنا، وهي حلوة الشبكية، الشباكية يعني في الحتة دي. فخلينا ايه نقول المقدار، عجينة لطيفة ولذيذة وبتتقلي وبتنزل في شربات، فهي حاجة رمضانية جدا. يلا بينا، المقادير بتاعتنا هتنزل حالا، وهتكون عبارة عن نص كيلو من الدقيق، 50 جرام سمسم محمص ومطحون ناعم، 50 جرام دقيق لوز، رشة زعفران باودر، رشة مستكة مطحونة، رشة ملح، معلقة صغيرة قرفة باودر، معلقة صغيرة ينسون مطحون ناعم، عندي كمان 95 ملي زيت و95 جرام من الزبدة. المرحلة التانية هتكون الخل، عندي 45 ملي خل، 125 ملي مية زهر، رشة زعفران باودر، صفار بيضة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة خميرة فورية، وزيت للقلية، وسيرب تقيل بارد. يلا بينا، اول حاجه هنعملها ان احنا نحط الدقيق كده، ونحط بقى دقيق اللوز، ونحط كل الحاجات الجافه كده على بعض، واليانسون والقرفه كله كله. يلا بينا، في هنا كمان ايه زبدة وزيت، عايزين الأول نقلب. ماشي، هنحط الخميرة والبيكنج باودر. يلا بينا، هنحط الزبدة والزيت ونبتدي نبس. هنبسها كويس بالشكل ده كده، على النار هنحط
ميه الزهر والخل يدفوا عشان هنعجن بيهم، بس نبس كويس. يمكن يكون هي سهلة في كل حاجة، ولكن التشكيل بتاعها يا جماعة صعب جدا. فانتوا ممكن تشكلوها اي شكل وتقلوها صوابع حتى، مفيش مشكلة يعني الدنيا اسهل من كده بكتير. وانا بذاكر الوصفة يمكن الحاجة الوحيدة اللي محتاجة يعني نركز فيها قوي هي التشكيل. طبعا البس ده حاجة لطيفة ومحنا متعودين عليها، والروايح بصراحة تحفة 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 خطيرة، لكن تشكيلها محتاج دراسات عليا. نحط صفار البيضة عايزين بقى ناخد كل السوائل على النار علشان تدفى. يلا بينا، عايزه بس اشطف ايدي لحظه. هنحط الحلة على النار وندفي الحاجات اللي معانا. يلا ادي هنحط زعفران دلوقتي. يلا نشيل بس كل اشياءنا كده عشان هنرجع نعجن تاني. فين الزعفران اهو؟ يدفى مع الزعفران كده. انا طبعا برضو بحط قليل يا جماعة، تقدروا انتوا ايه تستغنوا عن موضوع الزعفران ده خالص. ويدوب دفي مش سخن، دفي. تعالوا بقى ايه نرش ونعجن. يلا انا بحاول ايه احط بالتدريج وهو دافي ونعجن وتلم معانا العجينه واحده واحده. هو بس دافي، العجينه بتبقى لازم تتفرد. احنا ممكن نفرد على طول، احنا طبعا فيها خميره بس ممكن نفرد ونريح بعد الفرد. العجينة ابتدت تلم معانا اهو، باقي اخر شوية. تعالوا ننزلهم ونلم العجينة. كل ما هنديها سوائل كل ما هتلم معانا. احنا ايه نعجن ونلم على طول، نقسمها بقى الكور بعد ما تلم معانا عشان هنفرد ونسيبها ترتاح بعد كده. العجينة ريحتها تحفة، شوية مكونات يا جماعة رهيبة. طيب كده العجينة معانا جاهزة لان احنا نسيبها ترتاح. عايزين نسيبها بقى ترتاح ونرجع نفردها ونسيبها ترتاح تاني. يلا بينا فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش اي حته. رجعنا من الفاصل وبجهز بقى للشوربة وهنشوف عملنا ايه في الشبكية او الشبكية. بصوا بقى، الاول هننزل بالشعرية للشوربة. يلا بينا نديها كده ايه شوية شعرية من غير ما يتحمروا ولا اي حاجة خالص، زي ما احنا كده اهو.
انت تقدري تتحكمي في درجه حمار الشوربه بانك تقللي شويه الطماطم، تقللي شويه الصلصه زي ما تحبي. ما تزوديش الدقيق عشان برضو الشعريه بتبقى بتقل شويه الشوربه بتاعتها. هننزل بشويه من الدقيق اللي متدوب في الميه ونسيبها بقى عشان تتقل شويه كده. يلا بينا. بتتحط في الاخر الشعريه ويا دوب قبل ما نقفل بدقيقتين ثلاثه كده وهي هتكمل سوا بمنتهى البساطه يعني. العجينه بتاعتنا بقى بعد ما بنسيبها ترتاح شويه، بصوا نعمل كده الاول لازم ترتاح وهي متطبقه، اوكي؟ فهنطبقها كده تطبيقه لطيفه وظريفه. نعمل كده وكده 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 ونسيبها ترتاح على الوضع ده. طبعا العجينه متغطيه عادي جدا. ناخد اللي ارتاحت ونفرد كده. شكلوها باي طريقه لان انا حاسه ان بس تشكيلها هو اللي الحقيقه شويه صعب، فاحنا ممكن نستخدم القطاعه المشرشره بتاعتنا ونعمل بيها شرايط كده ونقليها، فسهله جدا يعني كآليه. لو انا هستخدم نفس الطعم يعني، لو انا عايزه اكل نفس الطعم عادي ممكن اعمل كده واحطها في الشربات. ليه؟ عشان التشكيله بتاعتها الاصليه ممكن تكون شويه صعبه على الناس كلها. نعمل كده كده كده. مفروض ان هي تبقى رقيقه على قد ما نقدر كده. الزيت بتاعنا على النار ومش سخن قوي. تعالوا نشوف الزيت اخباره ايه الاول، يعني مش عايزينه بارد بس عايزينه يبقى سخن. لا لسه ما سخنش خالص. انت شغال ولا ايه؟ لا مش شغال. نسيبه يشتغل وبعدين نشوف. نيجي بقى هنا مثلا كده نساوي ونلم العجين كمان شوية ونعمل بيه عجينة تانية. نساوي بس كده، نفرد. حاساها تخينة شوية. هي طبعا ليها شكل تقليدي، ف بصوا نعمل ده مثلا. هنيجي هنا مش للاخر، نعمل كده وكده وكده، مش للاخر. خدها بس قدامي كده وممكن ايه نقص شوية من هنا وشوية من هنا. نبتدي بقى ايه في المرحلة الصعبة. هناخد الواحدة الاولانية على التالتة ونشيل دي كده، ولا نحط دي هنا كده ونجيب دي هنا. بصوا هو ايه يعني، على قد ما انا فهمت انها نعملها كده كده ونلم كل الايه الزيادات دي ونعمل كده ونفتحها ونلم من هنا ومن هنا ونعمل كده. انا شايفه انه لو انتوا مستصعبين الموضوع عادي جدا، ورفعوا كمان، رفعي عن كده العجينه، عادي جدا ان احنا نعملها شرايط كده وناكلها زي اي شكل اي حاجه عشان الموضوع ما يبقاش صعب يعني. نطمن بس ان الزيت عندنا تمام ونبتدي نقلي على طول. نشوف الشوربة أخبارها إيه. الشوربة ريحتها رائعة رائعة
يعني بالويم كده احس ان انا الشوربه عندي محتاجه شويه ملح، محتاجه تظبط كده الملح شويه واشوف الزيت اخباره ايه. رفعوا العجينه اكتر من كده، ده هم هناك بيعملوها بمكنه فرد المكرونه زي اللازانيا كده. رفعي العجينه قوي، انا بتاعتي دي عملتها كده العجينه لسه عشان طبعا الوقت مش قادره ايه افرد براحتي يعني. رفعي 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 على قد ما تقدري خالص، وايه نعمل كده مثلا وكده وكده. يلا بينا. حاضر. دي عايزة ترفع برضو شوية عشان ايه تخنت مننا شوية. ناخدها كده وناخد دي كده ونقلب دي كده. شكرا شكرا على الدقة. بس برضو يا جماعة أنا مش شايفة إنه عادي، يعني عادي يا جماعة عادي، اعملوها شرايط. الزيت لسه لا لسه، أنا هحط دي كده عشان تبقى إيه، شوف الدنيا أخبارها إيه. فين اللي احنا محضرينهم؟ تعالوا نحطهم هنا. يلا هنقدم الشوربة على ما الزيت يسخن. نشيل بص عليه. نلملم بقى أشياءنا كده عشان نحط الشوربة ونغرفها يكون الزيت ايه سخن شويه، لان هو برضو مش عايزين نحطها في زيت سخن مولع وما تستويش من جوه. يلا بينا ناخد طبق الشوربه، ابتدى يسخن شويه بشويه اهو. نجيب مغرفة ونقفل على البوتاجاز هنا عشان الزيت يفضل سخن. التكييف عندي. يلا بينا. طب اعمل ايه في الحالة دي، في المرحلة دي؟ قولي احكيلي ايه اللي بيحصل. نرش شوية كزبرة كده على الوش وقد كانت الشوربة بتاعتنا. يلا بينا. ادي الشوربه و فين السمسم؟ تعالوا نجرب بقى نحط دلوقتي كده، نشيل دي اللي كنا بنجرب فيها وننزل بالباقي. طب اعمل ايه؟ يلا بينا. بنحطها في الزيت زي ما احنا شايفين كده وبتتقلي بالشكل ده. اوكي. بعد القلية هنشوفها دلوقتي حالا، بس وهي بتتقلي ثانية واحدة ثانية واحدة بتبقى بالشكل اللي قدامكم ده،
بعد ما بنحطها في الشربات التقيل وبننزل بشوية من السمسم طبعا، والبقى الشربات ماسك فيها، بتبقى خطيرة، بتبقى حلوة قوي قوي، وشبه حاجات كتير احنا بنحبها وعارفينها يعني. بس بصوا اهي بتتقلي اهي زي الفل، تطلع على طول تنزل في الشربات التقيل وتتزين بالسمسم. ودي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة لذيذة وجميلة جدا من المغرب العربي. عملنا طاجين اللحم بالبرقوق، عملنا الشوربة بتاعتنا كانت شوربة الحريرة، والحلو بتاعنا كان الشبكية. مبسوطة وسعيدة بالحلقة كالعادة، رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا وتسليتوا، وبتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.